بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. حلقه جديده مع قناه دكتور اوجستين نياحه المخرج العظيم سمير سيف. ورجاء محبه لجذع قناه ضغط زر الاشتراك وتفعيل زرار الجرس مشاركه الفيديو عمل لايك وتعليق. تنيح بسلام المخرج العظيم سمير سيف. تم صلاة الجنازة النهاردة في كنيسة العذراء مريم أرض الجولف، والعزاء بكرة في مرمولوس كنيسة مرمولوس مصر الجديدة الساعة 6 مساء. طبعا طريقه مشرف جدا جدا جدا، اختتم بعمل فيلم قديس أغسطينوس، مخرج نماذج إبداعية وقضايا إنسانية ومجتمعية، مواليد 1947. من أهم أعماله المسلسلات نسيم الروح، نور الصباح، سندريلا والبشاير. من أهم الأفلام طبعا معالي الوزير، سوء المتعة، لهيب الانتقام، المطارد، طارد، ديل السمكة، عيش الغراب، الزمن والكلاب، لهيب الانتقام، شمس الزناتي. مسجل خطر، شيطانة لا تحبتني، الراقصة والسياسي، المولد، النمر والأنثى، عصر الذئاب، الهلفوت، ايه تاني حد يفكرني، شوارع من نار، قول لا لا نيح، احترس من الخط، وايه تاني، اهم الرجال المحترمين، وعملنا فريد شوقي، مثل معادي امام، لما عاد الإمام في آخر الفيلم، طيب الغول، وفيلم غريب في بيتي، فيلم المتوحشة، فيلم إبليس في المدينة، قط على نار، هذا تلميذها، كثير من الأعمال، أعمال كثيرة جدا 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 عملها المخرج العظيم سمير سيف. تاريخ مشرف، وعلى ما أتذكر أنه اختتم هذه الأعمال بفيلم قديس أغسطينوس، واللي تم عرضه عرض خاص في قدرية الملوسية بالعباسية، قدرية الأمبراويز بالعباسية، كانت بطولة قديسة مونيكا، كانت عائشة بن أحمد على ما أتذكر الاسم لو ما خانيش الاسم، وكان إنتاج تونسي جزائري فرنسي، في حاجة في منتهى الروعة. الله ينيح روحك المخرج سمير سيف العظيم. وهي دي الحياة يا جماعة على الأرض، بخارا
يظهر قليلا ثم يضمحل. انتبه، وقت الاضمحلال ده يبقى اضمحلال لمجد مش اضمحلال لهوان، والحمد لله في الحالة دي اضمحلال لمجد. قابلكم فيديو جديد مع قناة دكتور أوجستين رقم محبة، مشاركة الفيديو عمل لايك وتعليق. شكرا لحضراتكم.